قصر الملك بمدريد. الملك والملكة كيف لما بيختاروهم ملوك، مش يمكن في جنس أكثر من إليس، لما بيختاروهم ملوك بيطلعوا هناك، فهناك بيطلعوا هون الملك والملكة. شوف هذا القصر الملكي اللي كانت المعزوفة السيمفونية تحت قبيلتي، وديك هذه، وبالكمال كله قبلت القصر الملكي كاينه دار الأوبرا. بما أن احنا دائما كنسمع أوبرا أوبرا أوبرا، هي دار الأوبرا هي هذه اللي قبلت القصر الملكي بالضبط. شفتيها؟ شفت؟ والشمس بتجنن لا زعت النهار الصبح ما في سحب لا سحب ولا حاجة. شوف هذه دار الأوبرا، شوف الروعة، شوف شفت الروعة. أنا هذا الفيديو مصور الإلياس وأختي وسيمة وصديقتي حنان والأصدقاء كلهم. وسؤال الإلياس، هو الشهر لو في لو زرت هذا المكان قبل ولا لا؟ دار الأوبرا بتاع مدريد تبع مدريد، والقصر كمان كله من هنا. بس كده خلاص كفاية كده، خلصت انا ضاع مني كل ده. وبرضه نرجع لدار الأوبرا تاني، وخلاص كفاية كده.